يا صباح الفل. النهارده بقى هنستخدم الحزام ده في التمارين. الحزام ده اسمه تي ار اكس، وبعدين ده من الحاجات السهله جدا اللي ممكن نتمرن بيها في اي مكان. ده هيعمل لنا بيه مجموعه تمارين مع كابتن محمد سيد بعد الفاصل، وان شاء الله هستناكم عشان نتكلم في موضوعنا. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم في مسألة شائكة شوية، يا رب نفهمها صح لأن هتفرق معانا كتير جدا. طبعا في الفترة بتاعت الحاضر وما قبل ذلك مع السوشيال ميديا ابتدى ينتشر في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا فيديوز كتير جدا بتتكلم عن الرياضة وبتتكلم عن الفتنس، ودي حاجة هايلة جدا لأن دي بتبتدي إن هي تزود الوعي وبتبتدي إن هي تزود انتشار الرياضة وتشجع الناس إن هي تلعب رياضة. ولكن السوشيال ميديا ليها مشاكل مش في الفتنس بس، في كل الآليات بتاعتها، اللي هي مش بتبتدي ان هي تفلتر او تبتدي ان هي تنتقي المعلومات اللي هي بتوصل لها، فممكن اي حد مؤهل او غير مؤهل يقدر ان هو يتكلم في اي موضوع تخصصي. لذلك احنا عايزين يكون عندنا الوعي ان احنا نقيم الماده اللي بتتقدم لنا، سواء كان فيديو، سواء كان ويب سايت، سواء كان بوست. الحاجات دي كلها لما يكون ليها علاقه بالصحه فده بيزيد خطورته، لان انا ممكن اعمل حاجه قد تكون بالنسبه لي بسيطه بس تبتدي ان هي تاثر عليا بشكل ممكن يكون على المدى الطويل مضر جدا. طيب عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ازاي لما اتفرج على فيديو او لما اشوف بوست او لما اشوف اي معلومه اقدر اقيمها بشكل سليم. يا جماعه رقم واحد، ما ينفعش ان انا اطبق يعني تجربه شخصيه على كل الناس وعامه الناس. يعني انا عديت بتجربه شخصيه، التجربه دي ما ينفعش ان انا انقلها لكل الناس، لان في علوم ابتدت ان هي تقوم على مجموعات كبيره جدا بيتجرب عليهم حاجات عشان نطمن ان الحكايه دي ما تقدرش ان هي تاذي او على الاقل هي فعاله مع البشر. فبالتالي في علم، والعلم ده بيخضع للتجريب، والتجريب ده ليه ضوابط وليه اصول. طيب خلينا نقول ان ابسط حاجه اقدر ان انا استند اليها هي البحث. لما يكون حد عمل بحث علمي، يعني ابتدى يفكر بالاسلوب اللي احنا اتفقنا عليه ده، دي طريقه في التفكير متفق عليها علميه علشان نقول ان فعلا المعلومه دي ناخد بيها. تمام، البحث ده هيبتدي يديني ثقل او يبتدي ان هو يطمني ان المعلومه دي الى حد ما سليمه. طيب بس البحث ده مش كفايه لان في ابحاث ضد بعض. طيب الابحاث دي لما تبتدي ان هي تكتر بتبتدي ان هي تكون حاجه اسمها نظريه، يعني كل الابحاث اللي بتقول ان التدريب بالمقاومات بيكبر العضلات، دي مجموعه ابحاث كتير جدا مش بحث واحد. طيب الابحاث دي لما بتبتدي ان هي تتجمع بتبتدي ان هي تعمل نظريه، والنظريه دي بتبقى حاجه اقوى من البحث. طيب وبعد كده كمان ممكن تتنقل النظريه لمسلمه، يعني مثلا كان في وقت من الاوقات كانوا فاكرين ان الارض مسطحه مش كرويه، وساعتها لما حد قال ان الارض كرويه مش مسطحه بشكل بحث هو عمله، كان ساعتها الكلام ده غريب جدا وما كانش حد مصدقه، وابتدت الاراء تزيد والابحاث تزيد لحد ما بقى في نظريه، والنظريه دي قويه بتقول ان الارض كرويه. لكن بعد النظريه كمان ابتدت الارض تتصور بالستلايت، ابتدت تتصور بالقمر الصناعي، فشفناها بعينينا كرويه، فبالتالي اصبحت النظريه دي كمان مسلمه لان احنا شفناها بعينينا. دي درجات المصداقيه ان احنا نقدر نقول ان الحاجه دي اخد بيها او ما اخدش بيها، وكمان لازم انتقي المصادر بتاعتي، يعني لازم اعرف
مين اللي بيقول وجايب الكلام ده منين، وابتدي ان انا اتحرى الدقه في اي معلومه بجيبها. ويا رب دايما سالمين، واشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله.